السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ الأعزاء، تلاميذ السنة الرابعة متوسطة. اليوم إن شاء الله رانا راح نحلوا نموذج آخر من نماذج فروض الفصل الأول. قبل ما نبدأ شرح يعني الموضوع تاعنا، نتمنى أنكم تضعوا لنا زر اللايك ونبدأ على بركة الله بالشرح. أول شيء النص قال لك تاج محل، من الصورة يبان باللي راهو يتكلم على تاج محل. تاج محل is the most famous historical monument، قال لك هو تاج محل هو أشهر معلم تاريخي in India، في الهند. It is known all over the world، قال لك معروف عبر العالم ككله as a dream in marble، كهو حلم يعني مصنوع من الرخام. It is about 171 meters high، الطول تاعو فيه 171 متر. It was built by، بني من طرف صالح جهان، or no شاه، عفوا مشي شاه، نقراو هكا بالهندية شاه جهان، the famous Mughal emperor، اللي كان هو يعني أشهر إمبراطور مغولي. أوكي. In memory of his beloved wife، يعني بناه من أجل الزوجة تاعو، يعني باش يخلد الزوجة تاعو في الذاكرة، اللي اسمها مامتاز محل. أوكي، مامتاز محل. More than 1000 elephants and 20,000 workers، قال له أكثر من 1000 elephant و20,000 عامل، elephant اللي هو الفيل، participated in building it، قال له كامل شاركوا في بناية تاعه، along 20 years old، في مدة 20 سنة. After the completion of the monument، بعد نهاية بناء هذا المعلم، as story goes، كما تروي لنا القصة، the builder's hands were cut off، قال لك يعني قطعت جميع أيدي هذوك الناس اللي شاركوا في بناء تاج محل، because the emperor، لأن الإمبراطور didn't want them to build the pair of تاج محل، لأنه ما حبهمش يبنوا يعني بناية أخرى تكون مثيلة لتاج محل. الأسئلة تاوعنا تقول التمرين الأول وش يقول، read then choose the best answer، قال لك أقرأ واختار الجواب الصحيح. The text is about، التكست يتكلم على a country، دولة، بلد، a mountain، جبل، ولا a monument، هنا يهدروا على monument، يهدروا على معلم. The emperor built it in memory of، قال لك هنايا هذاك الامبراطور بناها لذكرى من، ذكرى his victory، الفوز تاعه، ولا زوجته، ولا his father's wife، ولا لذكرى الوالد تاع الزوجة تاعه. الإجابة واضحة اللي هي B، لأجل زوجته، his wife. The number of the workers was، الرقم تاع the number of the workers، العدد تاع الخدامين كان 200,000، 200,000، 20,000، 20,000، ولا 2,000. الإجابة كانت واضحة أيضا، هي ب 20,000، أوكي 20,000 عامل. التمرين الثاني يقول read again then answer the questions، قال لك أنا أقرأ مرة أخرى النص وجاوب على الأسئلة. قال لك how high is تاج محل، قال لك شحال كان الطول تاع تاج محل، قال لك تاج محل هايتس، هنا نقوله تاج محل is، وروحوا للنص، هاي لك is about 171 meters high. اوكي، هذه الإجابة الأولى.
الإجابة الثانية ولا السؤال الثاني يقول لك where is it where why عفوا why where its builders hands cut off، علاش قطعوا الأيادي تاع العاملين. نقولوا هنايا وشنو they the builders hands were cut off because the emperor didn't want them to build the pair of Taj Mahal، لأن الإمبراطور ما حبهمش يبنوا مثل تاج محل. متفاهمين؟ بكو نشوفوا لهنا الإجابة تاع التمرين الأول والتمرين الثاني كيفاش مكتوبين، ونعاود نكملوا التمارين الأخرى. إذا الإجابة كانت على هذا الشكل بالنسبة للتمرين الأول. السؤال الأول الإجابة الصحيحة monument، ثم بعد الإجابة الثانية his wife، الإجابة الثالثة 20,000، الإجابة الأولى تاج محل is about، زيدوا هنايا بين 171 و is زيدوا about 171 meters high. الثانية their hands زيدوا s هنا their hands were cut، أنا مشيت their hands زيدوا s were cut off because the emperor didn't want them to build the pair of تاج محل. أوكي روحوا شوفوا التمرين رقم ثلاثة. التمرين الثالث يقول عفوا find in the text words that are closest or opposite in meaning to the following، حوسنا من النص الكلمات اللي عندهم نفس المعنى وعندهم نفس معنى مضاد للكلمات التالية. well noun مشهور constructed construction معناتها مبني. اوكي low كما نقولوا نازل ولا هابط ولا منخفض، هو المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي هو أو منخفض before قبل. اوكي well now راهم كاينه واضحه في النص اللي هي famous. اوكي well now هي famous مشهور. هنا عندنا construction حوسوا على هايليك، ايضا building عندنا عكس low اللي هي هايليك هاي العلو. هنا عندنا before اللي عكسها after. اوكي والإجابة هاي لكم مكتوبة على الشكل well noun famous low عكسها high construction building و before عكسها after، هذه هي يعني الإجابة مكتوبة. في mastery of language التمرين الأول يقول لك fill in the gaps to compare between the two landmarks، قال لك املأ الفراغات لتقارن يعني بين two landmarks بين المعلمين. اوكي عدنا Thames River نهر Thames فيه 364 متر is، هنا عندنا longer نيل ريفر نهر النيل فيه 6650 كيلومتر. اوكي هنا الصفة اللي بيناتهم هي long، وهنا عطالك فراغ هنا وعطالك فراغ هنا، يعني راح تستعمل as ولا not as. هنا مادام عندنا الصغير راهو قبل نقولو not as long as. اوكي لو كان جات هذه، المهم كي يكون عندنا دائما يكون زعما شيء مختلف، هاوليك هذه 600 346 مختلفة على 6000. اوكي سو نقولو is not as long as Nile River. اوكي التمرين الثاني خلونا نكملوا هذا ومن بعد نروحوا نشوفوا الحل. turn the sentences into passive form، هنا راح نحولوا الى المبني للمجهول الباسيف. قال لك الخوارزمي invented الجبر، هو اللي اخترع الجبر. اوكي راح نعكسوها نقولوا الجبر اخترع من طرف الخوارزمي. اخترع هنا عندنا الجبر هي مفرد، لازم نديرو was ما نديروش where، وكان جات عندنا جمع نديرو where. هنا كي عندنا
invented في الباست نديرو was، نقولو algebra was invented by الخوارزمي. اوكي نروحو الان اثنين. قالك put the verbs between brackets in the correct form، عندنا قالك حط الفعل بين قوسين في الزمن تاعو الصحيح. قالك Muslim Scholars Association، مدرسة جمعية العلماء المسلمين. be found، أسست من طرف ابن باديس and إبراهيمي in 1930 في الماضي. يعني هذا be founded راك رايح تحطه في الماضي المبني للمجهول. وش نقوله؟ the Muslim Scholar Association was founded by، was founded. اوكي متفاهمين هنايا واش قال لك؟ find in the text two words that have the following diphthongs. قال لك روح لنا للنص رقم اثنين، خرج منه الكلمات اللي فيهم الاصوات التاليه، هنايا اي وهنايا او. اوكي نرجعوا للنص تاعنا ونحوسوا على هاد الديفتونغز. عفوا عفوا برك توضيح، هنايا ماشي in text number 2، in the text 2 كلمات، كلمتين. اوكي كلمتين فيهم هادو a و o. اوكي نروحوا للنص تاعنا، يقول قال لك تاج محل is the most، most عطاتنا الساوند، الصوت تاع وراه عفوا الصوت تاع او. نشوفوا هنايا اي اللي راهي واضحه هنايا participated، pay participated. اوكي نروحوا نشوفوا الاجابات تاع التمارين هذو وبعدين نروحوا للوضعيه الادماجيه. اذا التمرين هكا Thames river is not as long as Nile river، algebra was invented by الخوارزمي، هنايا was founded، هنا في الأصوات participated، most او. اوكي روحوا الآن الوضعية الإدماجية وش راهي تقول لنا. قال لك هنايا an Italian friend wants you to know about the famous monument in Algeria. قال لك صديقك الإيطالي حاب يعرف تحكي له على معلم من معالم الجزائر. ومن بعد أنا قال لك use the information below to write a short paragraph about the martyrs memorial. أوكي مقام الشهيد، قال لك استعمل هذه المعلومات هنا واكتب لنا فقرة على مقام الشهيد. أول شيء النيم تاعو، الاسم تاعو the martyr memorial، location Algiers Algeria. تقول هكذا the martyrs memorial is located، location is located in Algiers Algeria. هنا عندك الطول تاعو 92 متر، it is about 92 meters. اوكي هنا date of construction، تاريخ الصنع، نقولو it is constructed from November 15 1981 to July 5th 1982. اوكي by the architect Bashir Yıldız. ولا it was designed by Bashir Yıldız. اوكي ومن بعد other fact it is opened on 20th anniversary of Algiers independence and the memorial the martyr memorial is free to visit. اوكي هنا راني قلت لكم الاجابه اورالي ودوك نحط لكم الرابط تاع الفرض اللي حطيته المره اللي فاتت، راني كاتبت لكم هذه الفقره يعني باليد باش تجيكم سهله وتقراوها. اوكي المهم كان هذا هو الفرض تاعنا، نتمنى انكم تدعمونا بلايك ونقول لكم السلام عليكم ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.